السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم فارس البخ من قناة فارس البخ. النهاردة هشرح لكم عن برنامج كل الناس بتبحث عنه، كل الناس بتدور عليه ومش عارفة لسه تجيب. خش على الصفحة، نزلوا كونجروت، خشوا عليه، اول ما بتخش عليها يجيلكوا الواجهه دي. يلا لفوق لفوق، تكو هنا سبعة اتنين بتاع سبعة. التليفون التاني اشتغل تمام التمام، والله العظيم البرنامج ده لو جربته على الاندرويد 4 4 2 هيشتغل. انا بحلف بالله لو ما اشتغلش اكتبله في التعليق اللي هو ما اشتغلش. فاهمكم ازاي تشغلوه؟ شغاله عندكم عم تشتغل على تليفون تكنو، تليفون مثلا زي لينوفو، التليفونات دي اندرويد بتاع 4 4 2. دي بقى عيب اللي هو ما بيشتغلش الا على الاندرويد ده، شيل الاندرويد ده بيبقى على روت، ده الروت بتاع الاساسي. تعملوا اللي انا عملتها ديت، ترجعوا تسكروا متكية على دي، تيجوا تعملوها جاهز تتك على ده، دي ديت جاهز تتك على ديت، تتك عليها ويتنيه عدي كده. اول ما يعدي لحد 100 هيجي لك علامة الصح، كان عندي هيقول لي فشل عشان الاندرويد بتاعي غلط. والله العظيم بيشتغل على الاندرويد اللي انا بقول لكم عليه ده، هو ده عيبه بقى اللي ما بيشتغلش على الاندرويد بحاله. نرجع صح، يبقى كده اشتغل. نطلع كده وش على برنامج اسمه ويبس، نزله من على جوجل بلاي اللي هو البرنامج ده. اول ما بتخش عليه ما تخلصش وعود خالص، ما تعمل اللي قلتلك عليه، تروح متكين موافق موافق. وهيجي لك هنا بقى، اول ما تفتحها يجي لك كلمة الو بالانجليزي، تك عليه. لما انت تعمل الروت اصلا مش عامله على التليفون التاني، ليه ما بتعملش هنا على ما بتعملش على اندرويد 4 4 2 كده بقى. بعد ما تخلصوه تبحث عن الشبكات، تك الو وتخلصوا الروت هناك، فعلوا الموقع، ابحث عن الشبكات. قال الشبكات دي مثلا ديت اللي بيبقى عليها علامة غلط اللي بيتهك اللي ما بيتهكرش، واللي بيبقى عليها علامة صح بيتهكر. سناء اما انتوا تفعلوا الروت زي ما قلت لكم على البرنامج الكونجروت، هيجيلكوا اللي على علامة صح ولا واللي بيبقى على علامة غلط. يعني مثلا دي اعملوا ديت مثلا على علامة صح، مني مش مشغلة عندي، او مثلا متكين التانية. بعد كده تكوا التانية، وفي واحدة هتجيلكوا هنا التانية دي، تكوا على التانية كمني مش مشغلة او مش مفتوحة عندي، تكوا على التانية ديت. اول ما تعملوه ماشي، لكن الاولى ديت التانية، تروح متكين على الاولى، هتلاقي ايه بيهكر، هتلاقي كده بيهكره وهيهكر ان شاء الله. والله تمام التمام، والله ما بضحك عليك، وجربوه اهم حاجة. خش على الكونجروت زي ما قلت لكم، خش على الكونجروت اجر عن ديت، تخش على نوت رود ديت، تخش عليه تك عليه، هيعد معاكم لحد 100 وهتلاقي علامة صح. بس اهم حاجة تجربوه على اندرويد 4 4 2 عشان ما بيشتغلش على الاندرويدات التانية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كان معاكم فارس البخ. واكتبوا لي في التعليق كمان لو ما اشتغلش قولوا لي ما اشتغلش. وانا انت عارف الوصف مش عارف اوصفه قوي، بس منه مشغل على التليفون التاني، لو لغيته مش هيشتغل تاني. هحاول برضو ايه افهمه اكتر، وشكرا.